يلا السلام عليكم اخوتنا، فيديو جديد ونبتدي اليوم من التغذية الصباحية. شوف دول عندهم افراخ نزلوا لين جاي يشوفون بيدي البيضة، وهذا هم سنبل هاولك عندك لعوتي فضولي. اليوم طيت الفواكه، يعني خضروات وفواكه هواي سوالف موجودة بالثلاجة، خبطت لهم خضرة وجرجير وتفاح وهواي هواي وجزر وشلغم وبتيتي يعني شنو موجود بالثلاجة كالعادة أسولف لكم كذا وخبطوا طيب فيحب أن يأكل. أخل أكاك تعال 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 ها يلا لا تسطي يعني طب لي منعول بوطن بخبني. شوف هذولي كنت اشقد فضولي سنبل فحطتني ساعة لكن ما تجي هالساعة النقال يا اخي فضولي يكون يعرف شنو شنو جاي يصير. تروح اكل باكل مال الكنار، خلنا اروح اعطيه الكنار اخطيه هاي البطاسة عاجلة من الكنار البيضة. شلون باهو ذاك سبحان الله والله العظيم كل شي يعرفون، يعرف هذا الأكل جاي وهاي الغبص هسه هو. سمبل حبيبي بوسة 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 يلا يلا روح معك الروح. كمل شبيك سكتت عافية كمل كمل. عافية بس علي شوي يعني راح اشوف لكم ذني الحشاش. قبل لا اشوفكم الحشاش اسوي لكم اي هم زين. شفتوا هذا الفحل بدي اعرف يا فحل بالله تقدر تطلع اطلع 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 بالله. هاوليك خوش عرفته ما جاي يدخل صراحة. اي فاخوان اسولف لكم على اليوتيوب، بالنسبة لقناتي على اليوتيوب اخوان انا شغلتي على الواهس يعني بصراحة احكيها بالنسبة للناس الموجودة ويعني لحد مثلا يعول علي او يعني مزاجي باكر يجوز ابطل ما انشر حسب واهسي. يعني اكو عالم اشوفهم يعني يدخل يشترك وبعدين يسحب الاشتراك عبالك يعني هو شنو ساحب لبطل دم لو فجير يعني انت لا تقدم ولا تأخر صراحة. فهذا كلامي اوجهه للي جاي يسوون هالحركات ما لي علاقة اصلا، اخر همي اليوتيوب صراحة. فرجع الواس انشر يعني هيك وانسي مجرد وانسي يعني، وخاصة اللي يدخل على القناة ويشوف كنت العب ببجي قبل بيها والله كانت مشاهدات 33 توصل تدرون لو لا 33 يعني ماكسيموم يعني اعلى اعلى شيء 33 او مستمر بالنشر. خلاص شيء اتونس بيه انشر ما عندي يعني خط احمر او فد شيء لو انتظر مشاهدات لو انتظر لايكات وهذا الشيء شوفوه انتم هسه جاي اطلب منكم لا اطلب لايك ولا اطلب مشاهدة مثل باقي الناس ولا احب يعني احلب لي غير واحد. اكو يعني اكو اشخاص يعلقون لي روح انطي فرات الصياد هدية اخذ له هدية وعلم شنو ما احب حتى دعم ما احب واحد يدعم مثلا ينشرني يقول لي يا تعالوا تفضل روحوا لهذا ما احب يعني على ونسه. عجبتك القناة على راسي تفضل شاهد وتابع واللي يعجبك يعني ما عجبتك القناة ف يروشك وطلع. بالنسبة للي جاي يشتركون ويرجع يسحب الاشتراك وبالنسبة للتعليقات السلبية اللي هي تقريبا 1% ما تعدى 1% يعني ما عاجبك يا اخي لا تباوع اصلا لا تجي. فهذا الموضوع حبيت اسولف لكم بيه ونروح نشوف وين عش عشين يعني شرف تعايفات الدنيا كلها بس يعني سبحان الله يا اخي تحفه معماريه. هسه هذا الطير منين تعلم؟ هو تبزير محمي وتبزير خشب يعني بيوت هاي الخشب شلون تعلم ايش يسوي هذا ايش؟ سبحان الله يعني هذا الشيء رباني بيضات ولا هذا يمكن بعد ما بيضات من البيضات والله ما جايبين هنا متأكد البيضات لأنه جاي يقفل أشوف يعني طالب
تعال شوف شلون مسوياته، سبحان الله تحفة تحفة. سبحان الله. وهذا المخلف من جاي يلف هنا، هذا فارغ حاليا ويمكن اطبق اللي بيه طابقه هم، وهذا هم فارغ يمكن اطبق اللي بيه طابقه من المخاليف حتى عودهم. وبالنسبه للانتاج الجديد اكو شخص يعني صار له فتره والله ما رايد يطلع من طيوري انا، يعني قلت لكم خلص ختمت اخر وجبه ما حبيت اطلع منهن، بس خطيه صار له فتره ينتظرني فاحتمال راح اطلع له ثلاث ازواج هيك احاول يعني، لانه شوفوا الطيور يعني عدد قليل هسه تقريبا 10 ازواج من غير الانتاج هسه الجديد. واكو بيضات اكو يعني خبصه صايره. شوف السمان هاي شلون تغير لونها، وين كانت هيك سبحان الله تغير لونها طلع لها شيء جديد، كانت مو هيك شيء، هذا الحمار ما موجود كان، فمن غيره طلع لها شيء جديد. الكناريات حاسبينهن يفقس عن تقريبا براس شهر بالضبط، سلعت نفقس وهذول راح يرجعون لعشهم. فعندنا عشاش هنا، هذا بيبيض هذا بيبيض هذا هم بي اعتقد هسه بيضة، خلنا نشوف هاي والله بيضة الثانية بعدها اعتقد بعدها مو اي شي نوضحها وين وصلت. هاي البيضة أربعة يعني هسه لازم شنو أفلش ذاك العش. وهذا العش صار بالقاع. بالنسبة للأرضية إخوان جاي ذب ما تعشيش، يعني خاف واحد يشوفه يقول ما كان سوف شيء، يعني هسه هاي الفترة كلها ما تعشيش جاي ذب لأن يعني جاي أشوف إن أرضية كاثرة فما أكسره هسه. هذا العش فرقته راح أعوفه هيك فارق. ما قلت لكم السبب ليش فلشت هذا العش، لأنه هذا الفحل شوفوا اي شوفوا راح يدخل العش هذا، هاي زوجته هنا بيضة يعني زوج مرة ثانية، شوفوا يمكن راح له هناك يبي، المهم ما اعرف زوج مرة ثانية هناك، يعني انا قبل جربته يهمل العشين يظل يتيه بين هالعش وهالعش والافراخ تموت، لان النثية مال الفنجس مهمتها بس تبيض وترقد على البيض يعني تبادر ويا الفحل الى ان يفقس، بس يفقس الفحل عليه يدفي البيض يعني يدفي الافراخ ويزقهم، هي الزق تقريبا 5% او 10% ويا الفحل، يعني هاي تعتبر فترة راحة الها منا لما يجي ينفط من الافراخ ويصير تصير جاهزة حتى تبدي دورة جديدة. سبحان الله يعني هاي هم بالنسبة للي يريحون طيورهم، يعني هي سبحان الله هي اذا ما متهيئة الطيرة ما تبيض، فهي تاخذ فترة راحة اول ما يطلع من الافراخ الى ان ينفط من، هي تزق شيء بسيط تبدأ تجهز نفسها على دورة جديدة، بس ينفطمن يعني قبل لا ينفطمن بس يظل يعني شوية صار مقويات تبدي تهيئ نفسها لدورة جديدة. فلهذا الشي شلت واحدة من عندهن قبل لا تبيض وهي محملة بيض خطية هسه، المهم خلي ذبلها بيضة بالقاع وتبطل، يعني ظل فحلة عندنا زوجيش واحد لو الا هذا. بالنسبة لطبقة الهاف اورنج اللي هذا تشوفون هذا الفحل او مبين او ما مبين، المهم طلع لي هاف اورنج فاون هاف اورنج. ذيك الفترة هاي القريبة كلش تعمقت كلش بالطفرات، دخلت على هواي ناس يعني يوتيوبرية على متعلم تصانيف هواي، هسه ذول شوفون اثنينهم هاف اورنج ذول بالصينية شو ما يعطيهم حتى تبين الصبغة ما مبين بالفيل. المهم اخوان تدرون شلون يطلع، يطلع هذا من نثية وفحل يعني فحل بلاك بريست بلاك فيس، يعني صدر اسود بصدر بوجه اسود، بس يمكن مبين من هناك شوف شلون يشع الاورنج اللي هو ذاك، هذا قري والفحل الثاني ذاك فاون، بس هم اثنينهم هاف اورنج. المهم يطلع من صدر اسود ووجه اسود وسبلت برتقالي يعني اورنج بريست، فتطبق النثية والفحل والنثية يكون هم نفس الوضعية هم، يعني لو سبلت اورنج بريست وبلاك فيس لو سبلت بلاك بريست، يعني اللي يعرفون تصانيف جاي احكي لكم هو يعني تصانيف كلها بالانجليزي فاحنا نترجمها. شوفوا هذا هو قدامكم، يعني هو بعد ما نكمل صبغ هذا مخلف وذاك ثاني هم مخلف، من هيك يجي الاورنج
والهاف اورنج يبدي، هو البلاك فيس هو الامتداد لل للصبغه البرتقاليه حتى تترس الصدر وال يعني والراس العلبه كويجي الفول اورنج هم نفس الوضعيه بس نظل تطبق بهم. المهم سبلت بلاك اسمه اورنج بريست يعني، والاسود هو اللي يسوي الامتداد الباقي اللون. هذا اللي افتهمته وحسب الطبقه يعني حسب خبرتي هسه من طلع عندي اسولف عليه، ما كان عندي فهسه من طلع يلا اقدر اسولف عليه. طلع هسه من النتيجه مثل ما قلت لكم ذن التصانيف والفحل ذني، فمن هيك يجي وهم باقي اطور ونشوف جديد نتعلم وياكم يعني. اخ كحكوله، شوفوا كحكوله اخوان صار بعيونها يا اخي، والله تنشاك بها يعني. شوف صار بعيونها، خليتين عصارة البارحة مال العيون، شوف العيون طبيعية وشوف عيونها شلون بين بروز. فاعتقد يعني عندها التهاب بالجيوب الانفية، اليوم اخذها للدكتور البيطري واشوف شنو الوضع. هو هنا الحلويات، شوف بسم الله ما شاء الله، ما قلت لكم ها لي يا ريابة الكلير. اي استعرض لنا، اي طلع لنا الفايلوت يا عمري، بسم الله ما شاء الله. شوف المستوى الابطال، عفية 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 اخوان. هذا زوج كافة الملحقات يا وجواه 5 فراخ، فراخ كبار بعمر تقريبا 7 ايام او 8 ايام، وتك فراخ اللي هو صغيرون مدري عاش مدري ميت. هذا فقس مسعدي فقس، بس خطيه ما جاي تشوفه الماي يا ابي مثلج. الفراخ رفعتني على مود توكل عود مثلج، والله خلنا نرجعها ادفي وازقه زين. جيت هسه رديت نص ساعه خطيه مثلج، ما زقته ولا مدفيته يا اخي، مشكله يعني تلابسته فراخ كبار ليش خليهن جوا، خلنا نروح نجيبهن او اكله. كافه ملحقات يا يعني قفصهن وكش كش يا يعني. السعر انتم قولوا لنا ايش قد يسوون، ايش برايكم يعني. او شغله ثانيه اخوان، هاي ما مر علي هاي شنو هاي 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 بس هذا على المحبار، بس هاي شنو اللي عنده خبره بهالموضوع ولا اعرف يا هاي، هاي اول مره. اي اكلوا 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 عافية. اي جاي يسولف الهاي اللي لقح هي زوجته ما اعرف، واخذه متعة ما اعرف شنو القضية. هاي غارة، هاي جعنوصة، شوف جعنوصة صارت احلى منهم. جاي تذكرون جبناها صغيرة سوق البصرة، تذكرون القديمين شايفينها، ما ادري يلقح قدام يريد. المهم اخواني يعني ذني الحمد لله امورهم طيبة، وهذني امورهم طيبة الا شوي يعني. هاي كحكولة طلعت لي سالفة اليوم، اليوم اخذها واجيب لها علاج ما نجيب انفية يعني، ان شاء الله تسهل. المهم مو جهاز هضمي. فاعتقد لهنا انتهى الفيديو، نختمه. ما شاء الله جاي يسولف بس لو اعرف. تراهم وين ثمان الاخوان.